هزة عنيفة في سعر الذهب لأول مرة عالمياً، وعيار 21 الآن مفاجأة. شهدت أسعار الذهب اليوم هزة قوية عالمياً، إذ سجلت الأوقية أدنى مستوياتها مقارنة بقفزة جنونية قبل ساعات وهو 2152 دولارا، لتهبط ما يزيد على 150 دولارا، وهو التراجع الكبير الذي لم يحدث منذ سنوات. بالنسبة لسعر الذهب من عيار 18 سجل اليوم 2383 جنيه بعد ما وصل ل 2421 جنيه للشراء بدون أي مصنعية أو دمغة. وتراجع سعر الذهب وخاصة سعر الجنيه الذهب بشكل ملحوظ، فهو الذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يوميا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية. وتراجع سعر الجنيه الذهب اللي بيوزن 8 جرام من عيار 21 ليبدأ من سعر 22240 جنيه كأقل سعر للشراء، و 22300 جنيه بعد ما وصل ل 22680 جنيه بفارق يزيد على 300 جنيه، ويظل متراجعا عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي بحوالي 700 جنيه، إذ وصل ل 23000 جنيه الأسبوع الماضي. بالنسبة لسعر الذهب من عيار 24 سجل اليوم 3189 جنيه، سعر الذهب من عيار 21 سجل 2790 جنيه، سعر الذهب من عيار 18 سجل 2391 جنيه. وطبعا المصنعية بتبقى من 6-10%، يعني على الجرام بتاع مثلا عيار 21 سعر المصنعية بيلعب في حدود من 80 جنيه ل 150 جنيه على الجرام الواحد. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، بنشهد يعني تراجعا ملحوظا في أسعار الذهب.